أقر البرلمان الياباني قانونا يسمح للجيش بالمشاركة في عمليات عسكرية خارج البلاد. قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن هذا القانون يعتبر التحول الأكبر من نوعه في السياسة الدفاعية لليابان، واعتبر أنه أمر حيوي لمواجهة التحديات الجديدة. لكن القانون أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة، إذ يقول معارضوه إنه ينتهك دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويهدد بجر اليابان إلى صراعات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بعد 70 عاما من السلام.